حربنا على الفساد هي الخط الأول في دفاعنا على النظام الديمقراطي التونسي، في الدفاع عن مكتسبات ثورة الحرية والكرامة، ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي. وهذه الحرب ليست حرب الحكومة لوحدها، هي حرب كل التونسيين الشرفاء بمنظماتهم بأحزابهم وبكل أطيافهم. نعم، نحن اليوم متفقون، يا الديمقراطية يا الفساد، يا الدولة يا الفساد، يا تونس يا الفساد، وإحنا اخترنا تونس. والسلام عليكم ورحمة الله. الحرب على الفساد اليوم في تونس هي أم المعارك، أم المعارك هي الحرب على الفساد، لأنه الحرب على الفساد تراجع ثقة المواطنين في الدولة، الحرب على الفساد تساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، والحرب على الفساد تتعرض إلى قوى ردة، تتعرض إلى تشكيك فيها، ولكن هذايا ما يضعفناش وما يقلقناش، لأنه عزيمتنا وإرادتنا قوية جدا. والحرب على الفساد ماهيش مسألة حكومة فقط، المجتمع المدني وكل التونسيين والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عندهم دور كبير، وبفضل التنسيق المحكم ما بين الحكومة وهذه الهيئات حقيقة نمكن أن في 2018 نخطو خطوة أقوى وأسرع في مكافحة الفساد. فالحرب على الفساد متواصلة ولن تستثني أحد، بالرغم من كل يمكن حملات التشكيك، لأنها فعلا استهدفت أطراف معناها ضالعة في الفساد. وإحنا كدورنا ومهمتنا من طرف الشعب التونسي أن نقاوم الحرب ونقاوم الفساد، لأنه حقيقة مطلب شعبي والتونسيين يطالبوا بالحرب على الفساد، وهذه في وثيقة كارتاج ونحن ملتزمون بها ومتمسكون بها.